يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تعبير الرؤى هو علم يتعلم أم هو هبة من الله؟ وما الضابط في المعبر للرؤى حيث كثر أولئك المعبرون؟ تعبير الرؤيا ليس بالتعلم، هذا شيء إلهام من الله وفراسة يجعله الله في بعض الناس بحيث يستنبط من حال الشخص، من حال الشخص يستنبط أن رؤياه تدل على كذا وكذا من حاله، من حال الشخص الرائي. الناس يختلفون، الرؤيا قد تكون واحدة لعدة أشخاص وكل واحد له تأويل غير تأويل الآخر نظراً لاختلاف أحوالهم، لاختلاف أحوالهم. فتعبير الرؤيا ما هو شيء متوارث أو شيء يتعلم، وإنما هو شيء يجعله الله في بعض الناس دون بعض. ثم هو أيضا ظني، هو ظني وتوقع وليس هو يقين، قد يصيب وقد يخطئ. نعم.